بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اولا برحب بالاستاذ سامح عاشور النقيب العام لمحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب. برحب بالسادة أعضاء النقابة العامة كل منهم باسمه، كما أرحب بالسادة شيوخ محامين الشرقية ورموز مهنة المحاماة، بالإضافة برحب بشباب المحامين بالإضافة أتانا النهاردة الأستاذ سامح عاشور لتكريم رموز وشيوخ المحامين على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى افتتاح الدورة الثانية لمعهد المحاماة لنقابة جنوب الشرقية وشمال الشرقية. وشكرا وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.